إذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة أو ما عندكش مع مشاهد عنيفة ودموية، فمن الأحسن تدوز الفيديو حتى الدقيقة 2.40 ثانية، حيث كاين المشاهد فادحة ودموية ديال الناس مشاركين في الحرب. هذه هي الحرب، هانتوما كتشوفوا الناس ميتين ومرميين في قاع البلايص، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هانتوما كتشوفوا الناس محروقين ومليوحين بسبب الانفجارات والقنابل. صراحة هذا المنظر تدمع له القلوب الصراحة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. قبح الله الحرب، يعني هانتوما كتشوفوا الحرب كلها سلبيات، ما كاينش شي حاجة إيجابية. يعني كتلقى ناس مساكن دابا تلقى عندهم عائلات وولاد ربما، وانتما كتشوفوا ناس ميتين ومرميين. صراحة منظر لا يوصف ولا إله إلا الله، وكنتمنى هذا الشيء يحبس في أقرب وقت، لأن الناس أبرياء كيموتوا بسبب هذه الحرب وبسبب الحماقات ديال رؤساء بعض الدول اللي كتلقاهم هما جالسين في بلايص آمنة وجالسين في القصور ديالهم، وكيعطيو الأوامر للجنود باش يهبطوا لمعركة القتال ويتقاتلوا بعضياتهم. يعني انتما كتشوفوا مناظر الصراحة اللي مؤلمة بزاف، واللي الصراحة الإنسان ملي كيشوفها كيتشد الخاطر ديالو، كاع القلب ديالك كتحس به تزمت عليك فاش كتشوف بحال هاد المناظر. فكنتمنى هاد الشيء يحبس ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصراحة انتما كتشوفوا الحرب كلها سلبيات، يعني ما عندها حتى شي حاجة إيجابية. ناس أبرياء كتموت لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هاد الناس كانوا في واحد الوقت عايشين حياة، ربما مزوجين بولادهم بعائلاتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قبح الله الحرب، قبح الله الحرب وما يجي منها. يعني شوفوا باش تعرفوا المعاناة اللي كيعانيوها الشعوب العربية من شحال هذه، فلسطين وسوريا والعراق وليبيا، يعني قاع الدول اللي عندهم الحرب منذ سنين، والناس كتموت كل نهار وتشردوا عائلات وتدمروا أسر. فكنتمنى هذا الشيء يحبس ولا إله إلا الله وصافي، والله مع دوك الناس تهم، الله معاهم، الله يوقف معاهم إن شاء الله، حيت هما اللي كيدافعوا على بلادهم، حتى واحد ما كيعاونهم من غير راسهم، باش نكونوا واضحين. أنتم كما شفتوا في الفيديو الصراحة مناظر مؤلمة اللي كتحز النفس وكيبقى القلب مشدود. صراحه انا كنهضر دابا وخاطري مشدود عليا، والله ما المهم الحرب كلها سلبيه ما عندها حتى شي حاجه ايجابيه. فكنتمنى هذا الشيء سالي وما تزيدش الامور تخرج على السيطره اكثر، حيت بوتين مازال كيخرج بالتصريحات اللي قويه واستفزازيه، وكيهدد باستخدام الاسلحه النوويه، وعطى الاوامر ديالو باش تكون في حاله تاهب خاصه، وقال الغرب انه غادي تكون عواقب اللي ما عمرهم شافوها، عواقب وخيمه في حاله تدخلوا في الغزو الروسي الاوكراني. فكنتمنى الامور ما تمشيش في ذاك الاتجاه، لان فعلا غادي تكون كارثه بشريه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، الا مشى حتى كانت شي اسلحه نوويه، وغادي يكون هذا الشيء اضعاف واضعاف ديال هذا الفيديو اللي شفتو. فراه بزاف ديال الناس كيسمعوا النووي ولكن راه ما عندهمش فكره عليه، شنو هو اصلا هذا النووي وكيفاش كيتصايب والاضرار الوخيمه ديالو، وشكون هما الدول اللي عندها السلاح المحرم دوليا. هاد الاسئله كامله غادي نجاوب عليهم في هذا الفيديو بواحد طريقة مبسطة وسهلة باش كل شيء يفهم. خليكم معنا حتى نهاية الفيديو. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكتدوزوا نهاركم في أحسن حال. السلاح النووي هو أكثر سلاح مدمر في العالم، وكيعتمد في القوة التدميرية ديالو على عملية الانشطار النووي أو الاندماج النووي، ونتيجة لهذه العملية كتكون قوة انفجار قنبلة نووية صغيرة كبر بزاف من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية. يعني قنبلة نووية صغيرة الانفجار ديالها بالمقارنة مع القنبلة التقليدية فراه ما كيتقارنش، بحيث بإمكانها أنها تدمر أو تخلف أضرار فادحة ملينة على قدها. داكشي باش كتعتبر الأسلحة النووية أسلحة دمار شامل، وجميع الدول مكرهاتش يكون عندها السلاح النووي رغم انه محرم دوليا الاستعمال ديالو، ولكن كيف ما كيقولوا كل محرم مرغوب. كتكون القنبلة النووية من 4 الى 8 كيلوغرام على شكل جوج كميات منفصلة على بعضها من اليورانيوم 235 المخصب بنسبة اعلى من 80%. اليورانيوم هو واحد المادة كيميائية مشعة كاينة في الطبيعة وكنرمزوا لها بي، واللون ديالها ابيض كيميل الفضي. المهم هذا اليورانيوم كيكون مخصب
بنسبة أعلى من 80%، يعني أنه يحتوي على أكثر من 80% من اليورانيوم 235 السريع الانشطار، وأقل من 20% من يورانيوم 238 الطبيعي أو البلوتونيوم 239، وجهاز خاص كيجمع ويضغط هاد الكميتين ضغط مفاجئ وكيحولهم لحجم أصغر، وكيمكن يضغطوها أيضا بمادة كتسمى ثلاثي النيتروتولوئين TNT شديد الانفجار. عارفكم ما غاديش تكونوا فهمتوا بزاف، ولكن غادي نحاول نبسط أكثر. المهم، الفكرة الأساسية في صناعة القنبلة الذرية أو النووية هي الحصول على طاقة كبيرة جدا في زمن قليل جدا، يعني كيشدوا هاد المادة القابلة للانشطار أو الاندماج النووي بحال البلوتونيوم أو اليورانيوم اللي قلنا، وكيحطوها على هيئة قطع صغيرة الحجم، كل قطعة أقل من حجم معين، يعني عندهم بعض المعايير اللي كيعتمدوها باش يعرفوا هاد القطع، وكيسميوا هاد الحجم الحجم الحرج Critical Mass، وكيحفظوه على أبعاد متساوية على بعضها البعض باش ما يوقعش الانشطار النووي إلا في الوقيت اللي بغوهم يفجروا القنبلة. المهم، هاد العملية معقدة وصعيبة بزاف، هذاك الشيء علاش بزاف ديال الدول ما كنلقاوش عندهم هاد النووي، إلا الدول بطبيعة الحال القوية اقتصاديا وعسكريا وعلميا، الدول اللي كيكونوا عندها علماء في الكيمياء والفيزياء هم اللي كيعرفوا هاد المسائل المعقدة ديال اليورانيوم والبلوتونيوم وهاد المواد النووية. هاد الدول اللي على رأسهم روسيا ب 7000 رأس نووي، وتابعها الولايات المتحدة الأمريكية ب 6800 رأس نووي، وفرنسا 300 رأس نووي، والصين 270 رأس نووي، وبريطانيا 215 رأس نووي، باكستان 140 رأس نووي، الهند 130 رأس نووي، وكوريا الشمالية 20 رأس نووي. وكاينين دول اللي يقدر يكون عندها سلاح نووي بحال إسرائيل وإيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وأول قنبلة نووية تفجرت للاختبار 16 يوليو عام 1945 في منطقة صحراء ألامو غوردو اللي كاينة في ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية. القدرة التدميرية ديال هاد الأسلحة النووية كتكون مدمرة بزاف، وتقدر تدمر مدينة على قدها كاملة، فقنبلة نووية فيها 100 كيلو طن تقدر توصل أضرارها حتى 8 كيلومتر مربع، ودابا أوزان الرؤوس النووية كتفوت 1000 كيلو طن، يعني لدرنا 10 في 8 فرغة تعطينا 80 كيلومتر مربع، يعني شوفوا شحال ديال الدمار اللي غادي تسبوا إلى طاحت هاد القنبلة في شي أرض، فرغة غادي تمحيها من الوجود، ما غاديش تبقى أصلا. بحال مثلا القنبلتين اللي صفطات الولايات المتحدة الأمريكية لليابان عام 1945 في الحرب العالمية الثانية، هيروشيما وناكازاكي. فهيروشيما خلفت حوالي 140 ألف قاتل، وناكازاكي 80 ألف قاتل، والمساحة اللي دمرتها القوة الحرارية للانفجار والحرائق، هيروشيما 13 كيلومتر مربع، 4 كيلومتر منها دمرت بالكامل، وناكازاكي 6.7 كيلومتر مربع. زائد أن هذوك الأراضي ما بقات صالحة لا للزراعة ولا للعيش، ولا حتى دوك المياه الجوفية غادي تكون تلوثات بسبب الإشعاعات النووية والغبار النووي، واللي كيأثر أيضا على جسم الإنسان ويقدر يتسبب ليه في أمراض بالغة الخطورة تقدر تؤدي به الوفاة. يعني شوفوا شحال ديال الأضرار الوخيمة اللي لحقاتها هاد القنبلتين في هاد المدينتين، وهاد الشيء في سنة 1945، يعني لا قدر الله وكان شي حرب نووية اللي ما كنتمنوهاش أنها توصل الأمور لهذا الشيء، فراغي ينتظر واحد الكارثة عظمى وغتقدر تكون نهاية العالم. صوت لهنا كينتهي الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم، تال الفيديو الجاي إن شاء الله.